السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم فيه عن الكونديشنز، تمام؟ أول حاجة هنتكلم عن if و else. عندي هنا if، لو أنا عندي كونديشن لو أنا عندي كونديشن تمام، وعايز أنفذ بلوك أوف كود، لو عايز انفذ كود معين تمام، بس لو الكونديشن ده اتحقق تمام، لو بقى ترو تمام. طب لو ما اتحققش ممكن اعمل تشيك على كونديشن تاني تمام، لو بقى ترو انفذ برضو كود تحتيه. طب لو ما اتحققش ممكن اعمل تشيك على كونديشن تالت، او اقول له else اللي هو الديفولت بتاعي. لو كل اللي فات ده ما اتحققش تعمل ايه؟ لو في الحالة دي هيبقى ايه؟ لو كل اللي فات دوت ايه false، تمام، برضو هتنفذ كود معين وبعد كده اقول له ايه خلاص كده يقفل. طيب اول سطر بكتب فيه اف، بعد كده الكونديشنز التانية، لو انا عايز اشوف كونديشن تانية غير اللي فوق بكتب else if. تمام، وباجي اكتب else if برضو لو عايز اضيف كونديشن تالت وهكذا، وبحط الكود بتاعي اللي انا عايزه يتنفذ في حالة اف، ما بين اف و else if، او ما بين اف و else، نفس الكلام ما بين else if و else if اللي بعدها، او ما بين else if و else تمام، و else ما بين ما بينها وما بين end. طيب تعال نشوف الكلام دوت ايه على الماتلاب. فباجي اكتب هنا مثلا الكونديشن بتاعه الخمسة لو اكبر من الستة، هل الخمسة اكبر من الستة؟ لا، مش هينفذ ده، هينفذ اللي بعديه. في الحالة ده أقول له اطبع لي خمسة أكبر من الست. طيب ممكن أقول له يبص لي على كونديشن تاني، وأجي أقول له لو الخمسة بتساوي الست اكتب لي هنا خمسة بتساوي الست. طيب ممكن أبص على كونديشن تالت وهكذا، أو أجي أقول له إلس. طيب لازم انتهي ب end تمام، وما بين else و end بكتب ايه؟ بكتب حاجة اسمها scope، ده السكوب بتاعي. طب ليه بنعرف حاجة اسمها scope، او ليه اطلقنا لفظ scope؟ scope فكرته ايه؟ فكرته ان انت ما بين else و end ممكن تعرف متغير، تمام؟ لما تيجي تعرف متغير فترة اللايف سايكل بتاعته هتكون ما بين else و end، يعني ما ينفعش استخدمه بره، يعني اول ما الكود ينتهي من هنا لهنا خلاص الـ variables اللي انت عرفتها هنا ملهاش اي وجود، نفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا تمام. يبقى ما بين هنا وهنا ده سكوب، من end لحد f دي بتتسمى ايه؟ block تمام. يبقى البلوك ممكن يبقى جواها كذا سكوب، ممكن يبقى جواها ايه سكوب واحد تمام. زي ما شفنا مع بعض، جيت تشيك هنا ليه ده متحققش وده متحققش، فخلاص ده فولس وده فولس، فالنتيجة ان هي تكون ايه فولس. هيجي ينفذ ايه؟ هيجي ينفذ السكوب ده تمام. دي اف الس. طيب اللي احنا بنكتبه دوت طريقة مودر كده عشان تكتب بقى اف والس اف وهكذا. في لغات تانية ما فيش فيها الكلام دوت، تكتب حاجة اسمها نستد اف. ايه النستد اف دوت؟ هذا لما اجي اكتب اف والسيف وبعد كده else، لا بتتكتب كده،
تيجي تقول اف، تيجي تقول وتحط الكونديشن بتاعك وهكذا وتنفذ الكود، ولو متحققش عايز تعمل تشيك فبتيجي تقول else. وتيجي ما بين في خلال else ديت تقول اف تانية، تمام، وتحط الكود بتاعك اللي انت عايز ايه تنفذه، وتيجي تقول تقول جواها else، تمام. وجوه else ديت بقى ممكن بقى تحط اف تانية وهكذا، او ممكن تروح جاي ليه end، يعني تحط الكود اللي انت عايز تنفذه وتقول end، تمام. وتيجي بره طبعا على الايه على ال if else اللي هي اللي بره ديت، تقول برضو ايه end ليها. فدي كان ايه طريقة كده نكتب بيها حاجة اسمها nested if لو انت ما عندكش في اللغة ايه else if، بس طبعا انت عندك else if فمش محتاج ايه تكتب nested if، ينفع تعملها طبعا وتشتغل معاك. طيب تعال نشوف تاني حاجة عندنا وهي ال switch case. تخيل ان انا عندي متغير، تمام، والمتغير ده ليه قيمة وليكن 5، فانا عايز اقول في حالة ان المتغير دوت تمام، متغير ايه اهو وعمل عليه سويتش عليه، يعني ايه سويتش عليه؟ يعني عايز اقول في حالة ان المتغير دوت القيمة بتاعته بتساوي مثلا 6، طب هل قيمته 6؟ تقول لي لا، اقول لك ماشي بس انا ما ايه ما اعرفش، انا بحط احتماليات، في احتمال ان القيمة بتاعته 6 هتنفذ لي كود معين، طب لو القيمة بتاعته 7 هتنفذ لي كود تاني وهكذا، تمام. طيب لا ده موجود ولا ده موجود، طب يعمل ايه البرنامج؟ تقول له otherwise، تمام، واحط له برضو الكود هنا وباجي اقول له ايه end في الاخر. الفكرة هنا ايه؟ الفكرة ان انا عايز انفذ حاجة معينة، طبعا في سكوب هنا برضو ما بين كيس 7 وما بين otherwise. الفكرة هنا ان انا عندي كذا احتمال لقيمة الاي، انا عامل حساباتهم، تمام. فبقول لو قيمة الاي دي طلعت ب6 هتنفذ لي ايه الكود دوت اللي هو مختلف عن الكود ده وهكذا، لو قمت 7 هتنفذ لي الكود دوت اللي هو مختلف عن 6 وهكذا. طب الكيس دي اتحققت ولا دي اتحققت، يعني اللي هو ب6 ولا هو ب7، فهينفذ لي ايه الكود اللي هنا، تمام. تيب كده لو انت عايز مثلا تقول مثلا لو الكيس 6 وكيس 7 ينفذ لي نفس الكود، تعملها ازاي؟ بتكتب كيس 6 وتحتها على طول بتكتب كل الكيسز اللي انت عايزهم يشتركوا في نفس الكود، تمام. وبعد كده بتحط ايه الكود بتاعك، ممكن تحط اكتر من كيس تحت بعض كده كده الكومبايلر بيفهم ان دول كلهم في حالة ان المتغير بيساوي اي واحدة من دول هيتنفذ الكود ده. طب تعالى ننفذ ايه اللي احنا قلناه. طيب قلنا أول حاجة عندنا نعرف المتغير اسمه ايه، بعد كده نعمل سويتش عليه. أول كيس عندنا ان ال a دوت ب6 هيعمل ايه؟ هيطبع لي 6 مثلا. تاني كيس لو ال a ده ب7 هيعمل ايه؟ هيطبع لي 7. طيب لا ده اتحقق ولا ده اتحقق، يبقى otherwise. تمام، دي فكرة سويتش كيس مفيش فيها أي حاجة تانية إيه غير اللي أنا قلته له. تعال نشوف حاجة تانية وهي اللوب.
لو انا عايز اعمل لوب، يعني ايه اعمل لوب؟ مثلا انا عايز اكتب من 1 لحد 100، تمام؟ هتقول لي بسيطة، انت هتعرف فيكتور، والفيكتور ده هتقول بيبتدي من 1 ل100 وما تحطلوش سيمي كولون، وهتبقى لك تمام. بس مش ده اللي انا اقصده، انا اقصد انا عايز اكتب من 1 ل100، مش عايز المتغير هو اللي الشاشة تروح جاية عرضه لي 1 ل100 اللي انا عاملهم فيه. لا، انا عايز اعرف انا اعملهم ازاي، اعمل لوب من اول 1 لحد 100، يعني ابتدي من عند 1 اوصل ل100، كل مرة انا بنفذ كود، تمام؟ الكلام ده اعمله ازاي؟ باللوب. دي فكرة اللوب عموما. عندي مثلا بعمل ابلكيشن، الابلكيشن ده هبعت فيه ايميلات لكل الناس اللي عندي. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ اعمل لوب داخل الليست من الايميلات، تمام؟ كل مرة ببعت لايميل معين، تمام؟ فدي فكرة اللوب باختصار. طيب اعمل اللوب دوت ازاي؟ في حاجة اسمها فور لوب، وده أشهر أنواع اللوب، وده موجود تقريبا في كل لغات البرمجة. الفور لوب السنتاكس بتاعته اللي هي طريقة كتابته على الماتلاب، بنكتب هنا متغير اللي هو بنسميه في ان جنرال كده الاندكسر أو الكاونتر، تمام؟ بديله فيكتور، لازم يكون بيساوي فيكتور. طب لو اديته array، هقول لك بقى لو اديته array بيكون بيساوي ايه. فبديله هنا فيكتور البداية والنهاية، زي ما احنا عارفين قلنا قبل كده الستيب لو سبتها 1 ل100 كده يبقى الستيب 1 افتراضي. فانا هو اي اكتب على السنتكس ديت يعني 1 ل100 واحط له ستيب. حلو، هنا بقى بتحط الكود اللي انت عايزه كل مرة ابتداء من 1 ل100 ينفذه، وبعد كده بتقول له انت، تمام؟ طب يعني ايه؟ يعني هو كل مرة هيبتدي من عند first iteration. يعني ايه؟ يعني هيبتدي أول مرة من عند c بتساوي 1، تمام؟ هيوصل من هنا لهنا، تمام؟ وبعد كده يدخل على next iteration اللي هي c هتساوي كام؟ هتساوي تاني element في الفيكتور، تاني element هنا هيكون ايه؟ اللي هو ب2، تمام؟ وهكذا لحد ما يوصل للمية. حلو جدا. طب افرض انا جيت عرفت فيكتور 5 6، بالمناسبة لازم يكون رو فيكتور، يعني لو عندك كولوم فيكتور تحط له ترانسبوز عشان يبقى رو فيكتور، تمام؟ فهنا الفيرست اتريشن بتاعي هيكون هنا، يعني هيبتدي عند السي بتساوي 5، النكست اتريشن هيكون ايه؟ السي بتساوي 6. دي فكرة اللوب في أي لغة برمجة، تمام؟ بس حوار الفيكتورز ده مش موجود غير في الماتلاب. يعني الفكره ان انت تبتدي من عند كذا توصل لحد كذا دي موجوده في كله، لكن حوار الفيكتورز دوت مش موجود غير في الماتلاب. فاللوب في الماتلاب مش حلو بصراحه زي زي بقيه اللغات عن تجربه يعني. بس ما علينا، يعني ده الموجود في الماتلاب. الثيرد اتريشن هيكون سي بتساوي 7. طيب كل مرة بنفذ السكوب دوت، تمام؟ ودي من هنا لهنا زي ما قلنا سم بلوك، من هنا لهنا سم سكوب. حلو، ده نوع من أنواع اللوب. تعال نجربه هنا. هخليها من 10 بس عشان ما يكتبش كتير، واجي هنا اقول له مثلا اطبع لي السي كل مرة واقول له انت، زي ما احنا شايفين كل مرة بنفذ ليه الكود اللي انا قايله عليه. طيب ده نوع من انواع اللوب. بالمناسبة اقول برضو حوار ان احنا لو ادينا له array 2 dimension يعمل ايه. لو انت جيت قلت له انت عندك array، لو قلت السي دوت هيساوي array 2 dimension، ادي الفيرست رو، تمام؟ وادي السكند رو، ولو عندك ثيرد رو اي حاجه، اي حاجه هي كلها واحد.
فانت مقسمه مثلا لثلاثة element. يعني انا عندي في الاري ديت عدد الكولومز ثلاثة. لما انت بتيجي تسوي ديت بالكاونتر او الاندكس دوت بيعمل ايه؟ فرق بياخد اول مرة هياخد الفيرست كول، تمام؟ يعني السي دوت اول مرة هيكون بيساوي الفيرست كول، تمام؟ تاني اتريشن ليه هيبقى السكند كول، تالت اتريشن ليه هيكون الثيرد كول. يعني لو هنا واحد اتنين تلاتة، تمام، اول اتريشن للسي هيكون عبارة عن ايه؟ الفيكتور كولوم اللي هو واحد اربعة، تمام. تاني اتريشن للسي هيكون عبارة عن الفيكتور كولوم اللي هو الاتنين خمسة، وهكذا، تمام. نجربها هنا. زي ما احنا شايفين اول مرة يبقى الفيكتور كولوم، فيكتور كولوم وهكذا. يبقى ده تاني نوع من انواع اللوب اللي عندنا. في نوع تالت وده فكرته حلوة شوية ومختلفة عن فكرة ايه الفور. هو في النهاية الاتنين بتعمل بوم لوب، لكن هيعمل لوب على اساس ايه ده بيكون مختلف ما بين الاتنين. دي لها استخداماتها ودي لها استخداماتها. طيب تعالوا نروح نشوف النوع التاني. النوع التاني اسمه وايل، وده برضو موجود في لغات البرمجة برضو كلها. ده بتديله كونديشن، تمام، وهو بيفضل ينفذ الكود لحد ما طول ما الكونديشن دوت ترو هو بينفذ الكود. أول ما الكونديشن دوت يبقى فولس مش هينفذ الايه الكود. يعني مثلا أنا لو معرف متغير سي يساوي واحد وجيت هنا قلت مثلا لو السي أقل من العشرة، تمام، يطبع لي السي، تمام، هيطبع لي السي. طيب بس في حاجة هتاخد بالك منها، إن هو كل مرة هيطبع السي بس مش هيزود قيمة السي، السي هتفضل زي ما هي واحد. فاللوب دوت بيسمى في الحالة دي انفينيتي لوب، وده نوع من أنواع الإيرور. يعني البرنامج شايل لك إيرور بس ده غلطة أنت عملتها، تمام. في أنواع إيرور كده بتسمى لوجيكال إيرور وكومبايلنج إيرور وران تايم إيرور وهكذا. في أنواع من الإيرور سينتاكس إيرور وهكذا. النوع ده من الايرور لوجيكال ايرور، هي حاجه غلطه من مستوى تفكيرك انت في البرنامج. فما علينا، عشان ازود السي هاجي اقول مثلا السي بتساوي سي زائد اتنين، تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل مره اجمال على سي اتنين. حلو، هيجي ينفذ لحد ما نوصل عند فين؟ تقريبا هيعدي العشرة تقريبا، يعني هيوصل عند تسعة وبعد كده يجي يزود اتنين اللي هي طلعت بقت 11 فمش هينفذها. طيب تعال نجربه ونشوف. يبقى طريقة كتابته كالآتي. أعرف بس متغير الأول. وصل لحد التسعة، طبعا هو بيزود اتنين زي ما قلت، فطلع عند 11، فلقى نفسه ان هو مبقاش بيحقق الكونديشن، فايه خلاص ايه طلع بره اللوب. فاخر حاجة اتكتبت التسعة.
تمام، ده الوايل لوب، مفيش فيه أي حاجة تانية. طيب ده نوع من أنواع اللوبز برضو عندنا. طيب تعال نشوف حاجة تانية. لو أنا عايز أعمل بريكنج اللوب، أو أنا عايز أعمل إيه، سكيب للروب، يعني الكلام ده، يعني أنا مثلا في لوب من نوع فور، تمام، وقلت إن السي بتساوي 1 لحد 5، تمام، وأنا في السكند اتريشن هنا. يعني إيه في السكند اتريشن؟ يعني أنا عندي السي بتساوي 2، حلو. طيب السي بتساوي 2 هنا، انا عايز اعمل سكيب، يعني عايز اخليه ما يكملش الكود. اول ما عرفت مثلا حطيت اف، قلت لو السي بتساوي 2، تمام، اعمل حاجه اسمها كونتينيو. كونتينيو يعني ايه؟ كونتينيو يعني ادخل على السكند اتريشن، شوف الاتريشن اللي بعد دوت ايه، بعد دوت 3، يبقى عند ال3. طب بقيه الكود اللي تحت مش هينفذه، تمام. فدي بتسمى سكيب سيكونس، دي بتسمى ايه، سكيب سيكونس، تمام. فدي اول حاجه منها اللي هي كونتينيو. فوت الاتنين اهو، فوت الاتنين ما طبعهاش. ليه؟ لان انا قلت له هنا ايه، عند السطر دوت يروح جاي عامل كونتينيو، يروح جاي داخل على ايه، نيكست اتريشن. فدي اول حاجه في الاسكيب سيكونس اللي هي كونتينيو. تاني حاجه عندنا اللي هي البريك. افرض بقى انا مش عايز اعمل اسكيب، لا انا عايز اطلع، عايز اطلع واروح جاي اعمل ايه، بريك، عايز اعمل ايه، بريك. بريك فكرة بريك ايه؟ فكرة بريك ان انا مش بدخل على النكست اتريشن، انا بطلع من اللوب كله على بعضه، واروح جاي كاتب ايه، بريك. اعمل ايه، نعيد الكلام ده تاني. اكتب هنا بريك، تمام. طلع من اللوب لما وصلت السي عند 2، ودي كده كانت فكرة ايه، البريك والكونتينيو سكيب سيكونس. في حاجة تالتة اسمها جوتو، بس للأسف هي مش موجودة في الماتليب، يعني هي حاجة من الحاجات المهمة في السكيب سيكونس، لكن هي مش موجودة في الماتليب. فده كان درس النهاردة. أنا هعمل الـ error handling دوت في فيديو لوحده، لأنه في كلام كتير لازم أتكلم عنه، وإزاي بنتعامل مع الـ errors، تمام، هيبقى فيديو لوحده.